النهارده ان شاء الله برضو هتفتتح الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي معرض ديارنا للحرف اليدويه والتراثيه في منطقه مارينا 5 في مدينه العالمين بالساحل الشمالي، ودي فرصه طبعا عشان فصل الصيف ووجود الناس هناك. المعرض ده بيقام تحت شعار مصر بتتكلم حرفي، وهيستمر لمده هيستمر لمده شهر ضمن الجهود والسياسات اللي بتنفذها وزارة التضامن الاجتماعي عشان تقدم الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي لمصر في كل مناطق ومحافظات الجمهورية. معرض ديارنا يا جماعة زي ما احنا عارفين معرض فيه عدد كبير من العارضين، بيوصل ل 250 عارض بيقدموا كل المنتجات بتاعتهم على مراحل مختلفة، بتستمر لمدة 10 أيام وبتضم 80 عارض على مراحل مختلفة. خلينا نتعرف أكتر عن المعرض اللي بيقدم قد إيه الحرفة والصناعة المصرية وصغار المصنعين عندنا، وحاجة بتتميز بيها مصر برضو الحرف اليدوية. بينضم لنا الأستاذ عادل البكساوي مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض. بنرحب بحضرتك يا فندم وصباح الخير. اهلا بيك يا حبيبي، صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني برضو انا اللافت وموضوع فكرة اختيار مكان المعرض في النسخة دي او في الوقت ده في وجوده في الساحل الشمالي، وايه المختلف اللي ممكن يكون موجود ويدخل فيها مثلا طباعة زي طباعة اهل مطروح وما الى ذلك؟ اكيد حضرتك هتقول لنا اكتر عن الموضوع. اولا دي سلسلة من سلاسل إقامة المعارض المهمة جدا بالنسبة للوزارة. احنا دلوقتي شغالين في السلسلة نمرة 48 او 68 اسف، من مجموعة معارض مركزية ولا مركزية دائمة في المحافظة. فاحنا اخترنا مارينا بالذات، احنا اشتغلنا مارينا على فكرة قدلنا سنتين بنشتغل في مارينا في نفس المكان، بس السنة دي كبرنا شوية، اخدنا في حدود 1200 متر عشان نستوعب اكبر قدر ممكن او اكبر عدد ممكن من العارضين مختلفي المنتجات. فاحنا عملنا 250 عارض على مده شهر، بنغيرهم كل 10 ايام، بناخد 80 يتغيروا ب 80 ثانيه ب 80 ثالثه. احنا كده بنستوعب اكبر عشان تكافؤ الفرص، اكبر عدد ممكن من التسويق للعارضين وصغار المنتجين. طيب دعم صغار المنتجين، وده توجه كبير وعام من الدوله، أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الصغار المصنعين، الدعم اللي بيتم من خلال طبعا، ودي بتكون كمان فكرة المجهودات الحرفية بتعتمد على مهاراتهم بشكل كبير، لكن في دعم بالتأكيد بيكون من الوزارة من القيادة السياسية لدعم صغار المصنعين وخصوصا أصحاب المهارات للحرف اليدوية. احنا بالضبط الوزارة بتقوم من أول اختيار المكان بالاتفاق مع وزاره السكان وجهاز التعمير اللي هو موجود في مارينا، بناخد المكان ده كل سنه، بندفع رسوم، دي اول حاجه رسوم الارض، وبعدين تكلفه اقامه الخيمه بكل البارتيشنز او بكل الاجنحه اللي فيها، بتكلفها بالاضاءه بالمراوح بكل ما يخطر ببال حضرتك، دي بتبقى ارقام كبيره جدا، الى جانب اقامه العارضين، الى جانب نقل منتجاتهم، الى جانب المواصلات اللي بيكوها كل يوم للمعرض، كل ده دعم من الوزاره اللي ايه؟ لصغار المنتجين لتحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب اللي تقدر تعوضهم، لان هم ما يقدروش على شراء محلات ولا ايجار محلات في اماكن مختلفه. نعم. تسويقهم الوحيد من خلال منتجات معارض الوزاره. نعم. في بعض البرامج يعني برنامج فرصه وبيبقى فيه تعاون مع المحافظين وفي المحافظات المختلفه، هل بيدخل من ضمن البرامج دي فكره برضو تدريبهم وتاهيلهم وجود الورش عشان يقدروا او الاجهزه والحاجات اللي ساعات بتستخدم في هذه الحرف اليدويه؟ هو انا اغلب العارضين اللي باخدهم بيكونوا دايما من برنامج فرصه او برنامج المشروعات الصغيره والمتوسطه والمايكرو كريدت اللي هو متناهي الصغر، كلهم اللي هم ما هدفنا الاساسي كل ما هو ما عندوش غير منتج على قده يقدر يسوقه فين؟ نقول له تعالى المعرض. دي حاجة جميلة جدا. طيب فكرة الدعم بقى، واخيرا الناس بتتكلم ازاي هيفيد، ايه دعم المنتجين الصغار وفكرة الحرف اليدوية، دعم الاقتصاد المحلي والاكتفاء ساعات بحاجات زي دي ومنتجات زي دي، ودعمه بشكل عام داخل الدعم الاقتصادي اللي بتقدمه الدولة. ما انا بقدر حضرتك بعمل برامج تدريبية متوازية مع المنتج نفسه، يعني انا مش بسيبه كده، انا بعمله عندي مراكز كثيرة جدا في الوزارة
زي مراكز التكوين المهني وزي مراكز كتير قوي بتقوم بالتدريب، واللي بيتخرج منها وبيجود بيجود مهمه جدا من منتجه انا باخده على طول وبسوق له، بيكون يعني من احدى العلامات المهمه جدا في اشتراكه في المعرض. تمام، كل التوفيق يا فندم، وان شاء الله كل النسخ تبقى ناجحه باذن الله. الاستاذ عادل البساوي مستشار وزيره التضامن للتسويق والمعارض، شكرا جزيلا لحضرتك، وده جانب مهم كنا لازم نتكلم عليه، فكره دعم صغار المنتجين. دي حاجه من الحاجات، شايفين معروضات هايله وحاجات جميله بتبقى بتطلع كمان الطابع المصري في كتير من المنتجات دي. كل التوفيق طبعا للقياده السياسيه في دعم هذه المشروعات اللي بتدعم الصغار المنتجين والمصنعين.